احنا جينا سفره ما خططنا حق ولا شيء فيها. اه تضبط معنا يا طوف. اه تقريبا يعني بس احنا نحب نستانس بالطيحات. بدايه الرحله تونا طالعين ولا الماكينه تختفي. اوكي سو ناو كلوز الحين الرحله اللي عقبها عقب ساعتين ووصلت الحمد لله بالسلامه عقب المغامره واللوي اللي سويتها بالكويت وصلت وجهتي الاولى البحرين المفروض في احد قاعد يستقبلني هني باكر الصبح سفرتي انا في المطار من الحين لكن هالمره مو لي اخذ صديقي الفنان عبد الرحمن الخميس هلا يا اخي متوتر ليش متوتر انا متحمس افطار خفيف كونتيننتال وبعدين بيكون عندنا الغداء. خوي شلون الاكل؟ وين؟ خلص الاكل. خوش نظيف. وصلنا تايلاند بالسلامه وصلنا مطار بانكوك بالسلامه الحمد لله. الناس ما شاء الله ايش كثرهم زحمه مطارهم. سايقنا رايح رايح سلام يا ويل سايقنا خلص عن الديان احنا تونا واصلين منطقة اسمها كرابي سايقنا واخذنا على كرابي شنو جدولنا؟ شوف احنا جينا سفرة ما خططنا حق ولا شيء فيها قلنا بنخطط كل شيء هناك يا تضبط معنا يا طوف اه تقريبا يعني بس احنا نحب نستانس بالطيحات. شو ضبطت معانا؟ فاحنا بنجرب كل شيء. اوكي. نجرب السفينه التقليديه مال البانوش مالهم. اوكي. اليوم العقبه نجرب سبيد. وصلنا ريلي ايلاند كرابي الحين تونا بنسوي تشيك ان فندقنا ظلمت علينا الدنيا جدولنا بيبدي باكر الرحلات هذه غرفتنا حاليا ثانك يو فيري ماتش ماي فريند ثانك يو طبعا لو تمشي بالشارع عادي هذول بالشارع قاعدين تاي مساج ندش على طول هني شوف الشارع قاعده ارضيه على البحر كيف ليش حاطين قعدات ارضيه عيل؟ ابو عمره فجاه دش محل طلع واحد ثاني، شنو هالنيو لوك؟ هاي حبيبي تايلاند ستايل. فيري نايس فيري نايس. اوف شوف حلبه. والله صدق حلبه بنفس المطعم تهضم لك الداخل. والله في قطه شوف. نحشته. لا يطردونك. يلا كمان بيبي. عادي ندش ما يطردوننا. كاتاكاينو ساكي. كيف يا ام انا ام ذا وينر بعرف حركاتك بتمنتج الحين منتج بس طقاتك اوكي مخرج شقيت وجهه لا جد تعبت وانت ملاحظ ان ما حد حاكانا ما حد قال لنا شيء ما حد قال لنا شيء ما حد قال لنا يصير ما يصير ولا كنا ناس حدهم ناسه وين ذا هاي دباكو ليف 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 You're on my mind.
What do you like feel? Do you like feel? You like high? Highland. يقول لك هذا حشيش بس حلال. شلون حلال؟ حشيش تمام. قلبك عامر بالإيمان. تعرفنا على شخص هني صديق من السعودية. صار له 3 أشهر قاعد هني. فكر الخير. هذه نصور ولا؟ خلينا نحط العدسات في بحسن. جاهزين للأكل الصجي؟ وين غسل يدك؟ غسل يدك بسيطة. على طول يمك حبيبي. إيه الخدمة الخدمة. خفاق تمبورا. تعطيه شريحة حركة. Join the table. Enjoy. Come on. Can we get 2 more for them? الحين قاعد تجهز حق النوم عشان باكر قعدتنا مبكر من الصبح. ريوق عيش. الحين وقت الرحلة المرتقبة، ورحلتنا اليوم راح تكون 7 ايلاندز، راح نمر على كذا جزيرة. بما ان الماكينه خربانه وما بشيء احنا نسويه، في انواع يخوت انك تاخذهم انك تاجرهم تطلع رحلات. احنا مثلا خذينا جربنا هالمره رخيص قارب الخشب نفس هذا، سعره مناسب يطلع معك. احنا ما عندنا كم 23 تقريبا شخص، بس ممكن اول ما تطلع تحوشك نفس المشكله اللي حايشتنا، ان توقف الماكينه تقعد تنطر لين يصلحونها. قالوا لنا 5 دقائق بس شكلها حكرتنا راح تطول زياده. ما كنا نحس بالوقت واحنا ناطرين، طافت ساعه كامله ساعه وشي. What's happening? What's wrong? Sorry, have you got the engine? This login, the engine, another boat, they're coming. You said 5 minutes, now 1 hour and a half. Okay. Yeah. Ten people, 10%. 10 people here? Yeah. Oh! What the shit? You're like, طول الدوكيومنتري عمر نايم طبعا، هذا دوره بالدوكيومنتري. كنت بطير الدرون من الجزيره بس قالوا ما يصير طيرها من الجزيره، لازم تطيرها وانت على البوت نفسه في القارب نفسه. فطيرناها واحنا بنص البحر. يوم جيت بطيرها من هني كانت مايله وفيها ماي، فاول ما شغلت المراوح كانت تزلق الدرون، طاحت بالارض وقامت تفتر المراوح ومو قادرين نقضبها. شوفوا هذا كله من مراوح الدرون. عشان تاخذ اللقطه الصح لازم تضحي. البطاريه بتخلص فما قدرت اردها، خفت انها تطيح بالماي، فشفت اقرب جزيره وسويت فيها اللاندنج. شوف في ناس قاعد يتمشون يمها. شوف الحين صاحبنا هذا نفسه مال البوت مالنا، هذا قارب ثاني وبيروح يجيب الدرون.
ما ادري ليش كل مره اطير لازم تصير لوية. يا يمشي رايح لها. بسم الله. ايوه شالها. كنا قاعد يكلمونه سكيورتي او شيء. اوف خذاها ونحاش. خذاها ونحاش قاعد يركض ما ادري ليش. عاش عاش كاهو راجع من المهمة. وصل وصل. Hey, you got it. Thank you. أنا كنت منفس عليه على التأخير الصراحة بس الحين صلح غلطته وأنقذ الدرون. Thank you. حلو بهالرحلة إنه ودونا من جزيرة لجزيرة كل واحدة لها شكل وطابع مختلف شيء مو طبيعي. الحين ثاني ليلة في جزيرة ريلي عقب اليوم رحلة سيفن ايلاندز. في اشياء وايد فاتحة بس لما تكمل الشارع شوي سيدة اول شيء اللي كان صار. يس راح نكمل اليوم طلعتنا وتمشينا وعشاننا هذا الشارع بالويست سايد. امس جربنا الايست اليوم بنجرب الويست. اكيد كالعادة قاعدة ارضية. يلا تعال تعال منقولة يا ولد. عرفت شلون تاكلها الحين؟ تقشرها كذي. كنت ماخذ فكره بيوم الايام ان تايلاند مو عائليه. هالسفره اكتشفت ان لا في وايد اشياء تقدر تسويها اذا كنت بسفره عائليه. مو شرط حق الامور النايت لايف والامور والخرابيط. في وايد اشياء ممتعه. شنو كان جوك موجود راح تلقاه تايلاند.